دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا على حالة الطقس وأسعار الذهب والعملات، لكن قبل ما تطمننا على حالة الطقس نسألها سؤال حلقة النهاردة، إيه هو مصدر السعادة بالنسبة لها؟ صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي، صباح الخير هدير. الحقيقة في حاجات كتير يا شاذلي، أهمها بالنسبة لي بعد النوم، أيوه عشان أنا عارفة هدير كده هتقول لي كده، الرياضة. أنا لما أكون متضايقة أو ما أكون زعلانة بنزل ألعب رياضة، وبالنسبة لي هي مفيدة مش بس بدنياً ولكن نفسياً كمان. بالتأكيد يا ليندا، الرياضة بتساعدنا إنه نطلع أي طاقة سلبية جوانا يعني. بالظبط، وترجعي منها مبسوطة. لا وجميل كمان يا ليندا إن أنت عندك أكتر من مصدر للسعادة، ده في حد ذاته حاجة كويسة يعني. لو ما قدرناش نحقق ده هنحقق ده، فإن شاء الله يعني أنا بشوف إن النوم بالذات نعمة. طبعاً بكل تأكيد.